في الجزائر عندنا شغل فكره باللي المراه الحامل ولا خاصه المراه الحامل ما تصومش كانه مرض ما تقدرش تصوم. كاين اللي عندهم الفكره انه المراه الحامل ما تصومش، وكاين اللي عندهم الفكره انه حتى لو عندها مشاكل لازم تصوم وعيب لو كان ما تصومش. دونك حنايا لازم نوعيو الناس باش نحيو هاد الافكار اللي عندنا. المراه الحامل كي تكون عندها كيكون الحمل تاعها عادي وصحي وما فيه حتى مشكل تقدر تصوم، ما كاش مشكل، تقدر تصوم طبيعيا، ما عندهاش اخطار ولا ما عندهاش مشاكل اللي تقدر تقيسها. لكن المراه كي تكون حامل ويكونوا عندها بعض المشاكل اللي مثلا يكون عندها ديابيت ولا مرض السكري ولا عندها ضغط الدم ولا يكون عندها مشكل في الوزن، في عود ما راهي تزيد في الوزن راهو الوزن تاعها ينقص، ولا طبيبه تاعها تقولها مثلا باللي الجنين الوزن تاعو راهو صغير. كاين بعض الحالات وين الطبيبه تاعها هي اللي تقول لها اذا تقدر تصوم ولا لا، لا اذا الصيام يقدر يشكل خطر على صحتها وصحه الجنين ولا لا. لهذا المراه الحامل قبل ما هي كما نقولوا تقرر انه تصوم ولا لا، لا لازم تشاور مع طبيبه تاعها وتشوف الحاله تاعها على العموم، وتشوف ثاني كما حنايا رمضان من داك يجي علينا في الصيف كما من داك يجي علينا في الشتاء. كيكون في الشتاء يكون سهل اكثر على خاطر ما كاش لي بروبليم دو ديزيدغاتاسيون ولا الجفاف عند المراه الحامل، وهذا ثاني اللي يقدر يشكل مشكل ولا خطر على صحه الجنين على خاطر ما يلحقلوش السوائل ولا الماء ما يلحقلوش. لهذا مثلا في الصيف وين يكون الحراره شديده ويكون اليوم طويل بزاف والمراه بالك تتحرك بزاف تخدم ولا هنا ثاني تتغير الحاله، وهنا الطبيبه وحدها هي اللي تقدر تقول لها اذا تقدر تصوم ولا لا.